هو الطريق راح فين؟ أنا تعبت من المشي ومفيش طريق عايز يظهر، ولا حتى بني آدم يدلني. أنا تهت ولا إيه؟ حتى التليفون مش عاوز يجيب شبكة. الله، أهي الشبكة جت في الموبايل أهي. مفيش بقى حل تاني. إيه، أستنى لما دي بيطلع لي. أيوة يا بوجي، أنت فين؟ أنا في الصحراء. وقاعد في الصحراء لحد دلوقتي تعمل إيه يا بوجي؟ قاعد؟ لا، ده أنا قاعد ببص على القمر وبعد النجوم على صوت الديابة. بقولك إيه يا طمطم، ممكن تبلغي البوليس بسرعة وتقول لهم إن بوجي تايه؟ نعم، عارف مين يا جدعان؟ ده مين ده يا ابو صباح؟ انا عارف، حد غريب دخل علينا. عاوز مين يا جدع انت؟ ده باين عليه اخرس كمان. معاك اكل يا جدع انت؟ وده رايح على فين ده كمان؟ ولا هي وكلام من غير بواب؟ داخل كده وهو فاتح في وشك علينا. انت مين يا جدع انت؟ الا هو انتوا مش عارفيني؟ يكونش نجم سينما اسمه الله ولا ايه؟ نجم سينما؟ نجم سينما مين؟ ده نجم سينما ده؟ ده حرام، ده حرام يا حرامي. امال لو ما كنتش شفتوني وانا بتنكر؟ مش قلت لك حرامي ومتنكر؟ استنى يا بصباح، ده عايز يلبسنا نصيب. احنا شفناك ولا عرفناك قبل كده يا جدع انت؟ ولا ايه يا بصباح؟ انا عن نفسي ما شفتوش قبل كده. يكونش شفته يا وفات لي يا اخويا قبل كده وناسي. انا يا اخويا ما بحبش اشوف غير الاكل، ده باين عليه حرام. مش قلت لك؟ من فضلك يا حرامي اطلع بره. حرامي في عينك منك له. اسكت ساكت. مين؟ وهو ايه؟ ازاي ده كله يحصل يا ابوجي ما تقولناش؟ العصابة هددتني يا عم ابراهيم، وانا خفت على طماطم. انا مش معاك في كده يا ابوجي، كان واجب يا ابني ان انت تعرفني. الله، افرض الناس دول كانوا عملوا فيك حاجه انت وطماطم، كنا هنعمل احنا دلوقتي؟ الحقيقه يا عم حسن، انا ما فكرتش في حاجه تانية خالص غير ان انا انقذ طماطم بس. الحمد لله ربنا قدر ولطف، لولا ان انت طيب وما بتاذيش حد يا بوجي ما كانش ربنا سترها معاك. الحمد لله يا عم ابراهيم على كل حال. اطلع يا ابني ناملك شويه، انت طول الليل ماشي في الصحراء. ايوه حبيبي، اطلع وارتاح كده. الف سلام عليك انت وطماطم. الله يسلمك يا عم ابراهيم، وانا كمان اسف عشان تعبتكم معايا. ما تقولش كده يا ابوجي، احنا اهل. ربنا ما يحرمني منكم ابدا، عن اذنكم. مع السلامه يا ابو. راح الكنز يا ابراهيم. سلامه بوجي وطماطم عندنا اهم من كنوز الدنيا يا حسن. انا زي ما يكون قلبي حاسس، ويا ما نبهتكم تخلي بالكم من بوجي وطمطم تقوم تيجي في مين؟ في طماطم. ما هو ده اللي احنا ما كناش عاملين حسابه، وما كناش فاكرين ان الموضوع هيبقى كبير كده. ما تكبرش زي حسن، ده كنز. انا اللي غيظني كله انها اتخطفت من قلب الحارة. ازاي تتخطف واحنا موجودين مش من بره يعني؟ لا، الموضوع ده احنا مش هنسكت عليه. انت شاغل نفسك ليه يا ابراهيم؟ ما خلاص الكنز راح. ما هو علشان ما فيش حاجة تروح من الحارة تاني، لازم نعرف مين اللي ورا الموضوع ده. الخريطة دي مالها مبعكرة كده ليه؟ امال فين مكان الكنز؟ بابا، انت متأكد انك خدت الخريطة دي من اللي اسمه بوجي؟ طبعا يا باشا، خريطة الكنز في ايديك اهي. اوكي، طب يلا يلا ركزوا معايا. يلا ركز انت، الخريطة مش معاك، ركزوا انت وزبونا نلعب. انا قلت ركزوا معايا يعني تركزوا معايا. يلا نضارتي. الله 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 الله، ايه شكشك؟ ايه اللي صحاك بالنوم دلوقتي يا حبيبي؟ جالي قلق يا بابا، قمت ابص من الشباك لقيت عم حسن، فكرته لسه قافل الدكان ومروح. اتاريه كان مع بوجي. كان مع بوجي في ايه؟ كان بوجي تايه في الصحراء، راح عم حسن وعم ابراهيم وجابوه. عين عليك يا بوجي، موعود تتوه تحت الارض وفي الصحراء. انما ايه اللي خلى بوجي يروح الصحراء في وقت زي ده بس؟ كان بيعمل ايه؟ كان بينقص طماطم من العصابة. عصابة؟ عصابة ايه؟ مش مهم يا بابا، مش مهم، مش مهم، مش مهم بلا عصابة بلا بتاع. المهم انهم اخدوا الخريطة من بوجي عشان يسيبوا طماطم. الخريطة؟ خريطة بتاعت الكنز؟ ايوة يا بابا. ايوة ازاي؟
ازاي بوجي يفرط فيها ويسيبها له؟ يا بابا ما كانوا خاطفين طماطم. طماطم؟ كنا ننقذها بأي طريقة تانية يا أخي، مش نسلمهم الخريطة كده بالساهل. يا بابا دي عصابة كبيرة، إن شاء الله يكون الجن الأزرق حتى. ما كانش المفروض يفرط في الخريطة بأي حال من الأحوال. ما هو لو بوجي ما سمعش كلامهم كانوا ممكن يأذوا طماطم يا بابا. ما كانوش يقدروا يعملوا أي حاجة، دول شوية جوبنة وحرامية. يلا بينا شاكشك. على فين يا بابا؟ على بوجي، وأهل الحارة كلهم لازم يعرفوا اللي حصل عشان يلحقوا يرجعوا الخريطة. ده الكنز ومش ممكن نفرط فيه. الحمد لله على سلامتك يا بوجي. الله يسلمك يا طماطم، الحمد لله على سلامتك انتي. الحمد لله على سلامتكم انتوا الاتنين، الحمد لله انكم رجعتوا بالسلامة. انا اسفة خالص خالص علشان يعني ضيعت خريطة الكنز. وانتي ذنبك ايه يا طماطم؟ هم المجرمين السبب. على فكرة بقى يا طماطم الخريطة ما ضاعتش ولا حاجة. بتقول ايه يا بوجي؟ ازاي؟ انت مش سلمتهم خريطة الكنز علشان يرجعوا طماطم؟ ايوة سلمتهم خريطة، لكن مش الاصلية، دي خريطة انا رسمتها. معقولة؟ معقولة يا بوجي انت عملت كده؟ امال ايه؟ انا برضو بعرف افكر، وكمان حددت لهم اماكن وهمية علشان تتوههم. برافو عليك يا بوجي، حقيقي انا سعيدة علشان فكرت بالذكاء ده، وانا اللي كنت فاكرك بتلعب. عشان بس يا ست طمطم تقدروا مواهبي. هنا المعالج، مخ الجهاز، بروسيسور، وده سرعته 2.4 جيجا، وده ودي طبعا المذر بورد، اللوحة الأم. وده بقى لازم كارت الشاشة، أما ده كارت الصوت، وده أكيد كارت النت، أما ده بقى الهارد ديسك. لما فكه بقى عشان اختبر نفسي واشوف هعرف أركبه ولا لأ. أكيد هعرف طبعا، ده أنا باش مهندس. في إيه يا زيكا؟ لا مفيش حاجة يا زيزي، مفيش، خليكي نايمة. أنام إزاي وإنت عامل قلق في أوضتي يا زيكا؟ خلاص مش هعمل صوت، خليكي نايمة بقى. طيب إنت بتخبط في إيه يا زيكا؟ خبط إيه يا زيزي؟ إنت كنت بتحلمي ولا إيه؟ مفيش حاجة، نامي يا زيزي، نامي. لأ أنا هقوم، خلاص أنا مش جايلي نوم. مش جايلك نوم إزاي؟ لازم تنامي، قصدي حاولي تنامي. ريلاكس، نامي كده والنوم هيجيلك واحدة واحدة. لأ أنا هلعب معاك على الكمبيوتر. إيه اللي عملت في الجهاز ده يا زيكا؟ أنت إيه اللي صحاكي دلوقتي يا زيزي؟ الله! زيكا عايز يفتح سايبر نت وكده، إيه رأيكم لو نخصص له مكان في الخرابة؟ والله فكرة ومصلحة لأولادنا يتعلموا الكمبيوتر، وده طبعاً هيكون بأجر رمزي لأهالي الحارة عشان الكل يستفاد. وماله أبوكي؟ مدام أهل الحارة محتاجين للكمبيوتر ده. ما هو الكمبيوتر ده هو لغة العصر دلوقتي، واللي ما بيعرفش كمبيوتر بيقول عليه أمي زي كده. حس كده بقى، نروح كلنا لزيكا نتعلم الكمبيوتر. المهم يا جماعة بقية الخرابة هنعمل فيها إيه؟ هنزرع فيها شجر وورد كتير، وتبقى جنينة جميلة كل أهل الحارة يستمتعوا بيها ويقضوا فيها أوقات حلوة مع أطفالهم بعيد عن التلوث وعوادم العربيات. والجنينة دي محتاجة مشتة. ومفيش غير زيكو هو اللي غاوي الزراعة والحاجات دي. لا زيكو عايز يزرع نباتات نادرة مش ورد وزينة. وماله يا عم أكرم، ما يزرع الاتنين علشان كلنا نستمتع بنباتات الزينة والورد ونستفيد من النباتات النادرة. ها ايه رأيكم؟ ودي عايزة كلام. طبعا موافقين. معقول يا اخواننا هيجي في يوم من الايام الخرابة بتاعتنا دي تبقى جنينة؟ ان شاء الله يا عم حسن. طب واحنا هنجيب فلوس منين لكل ده؟ هنصرف من الفلوس اللي في الصندوق بتاع جدي لحد ما نلاقي الكنز. كنز ايه بقى بعد العصابة ما خدت الخريطة؟ لا اطمن يا عم ابراهيم،
الخريطة لسه معايا. معاك ازاي يا بوجي وانت بتقول ان انت اديتها للعصابة عشان ترجع طماطم؟ ما نسيت اقولك ان اديتهم خريطة وهمية مش حقيقية. صحيح الكلام ده يا بوجي؟ ما تقلقوش انا برضو بعرف اتصرف. هو فين الجهاز يا زيكا؟ اهو يا زيزي قدامك ومش ناقص ولا جيجا. قصدك معكش يساوي ولا جيجا يا طنط شفيقة. طنط شفيقة؟ لا لا يا زيزي أرجوكي أرجوكي بلاش طنط شفيقة، وأنا أرجعلك الجهاز زي الأول وأحسن. هترجعه إزاي بعد ما كسرته بالشكل ده؟ إيه يا زيزي؟ في إيه؟ تعالي شوفي زيكا عمل إيه في الكمبيوتر. ها؟ عملت إيه يا زيكا؟ أبداً أبداً يا طنط شفيقة مفيش حاجة. ما أنت عارفة يا طنط شفيقة يا زيزي بتحب تكبر المواضيع شوية. أنا ما كبرتش حاجة، انت اللي كسرت الكمبيوتر 100 حتة. كسرت الكمبيوتر؟ صحيح الكلام ده يا زيكا؟ ابدا يا طنط شفيقة ما كسرتش حاجة. امال ايه ده يا زيكا؟ تعالي شوفي يا طنط شفيقة. يا نهار ابيض، ليه كده يا زيكا وكمان بتكذب وتقول ما كسرتهوش؟ انا مش بكذب يا طنط شفيقة، الجهاز سليم وزي الفل، انا بس فكيته وما كسرتوش.